قضية الاعتكاف. في السابق كان الناس يعتكفون أكثر من الآن، الآن لا يعتكفون بحجة الانشغال، وبعضهم له الحق في ذلك، فعلا ينشغل بأمور كثيرة. لكن الآن ألا ترون أننا جميعا في فترات معينة نسافر ونفارق الأهل ونفارق الأولاد؟ بعض الناس ممكن سفره يومين، بعضهم 5 أيام، بعضهم أسبوع، بعضهم شهر، وبعضهم أكثر بعضهم أقل، بس نسافر. يا أخي سافر إلى المسجد، اعتبره سفرا، خذ حقيبة، خذ جوازك معك، وإذا بالخليج خذ بطاقتك المدنية وقل لأهلك إني مسافر إلى المسجد، ستفقدوني يومين، 3 أيام سأكون في المسجد، مع السلامة. اعتبره سفر، وخذ إجازة من العمل. إذا كان البعض يشتكي من العمل والعمل، خذ إجازة منها كما تأخذ إجازة للسفر، خذ إجازة للاعتكاف، إجازة رسمية.